جامعة الملك سعود توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف. وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية يدشن معرض منتمون. إدارة الأعمال تحصد المركز الأول في مسابقة CFA. أعزائي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من جامعة الملك سعود نحييكم ونقدم لكم تفاصيل أبرز الأحداث والفعاليات التي شهدتها الجامعة خلال أسبوع. وقع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور خالد الحميزي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف بهدف دعم وتمكين منظمات القطاع الثالث وتأصيل مفهوم الشراكة بين الأجهزة الحكومية لتحقيق أهداف رؤية 2030 لتنمية المملكة، والاستفادة من قدرات جامعة الملك سعود في تطوير منسوبي الهيئة ومكونات القطاع الوقفي بالكامل، والمساهمة المشتركة في خلق وتمكين معارف ومهارات جديدة تتواءم مع الأهداف الاستراتيجية للطرفين. كما وقع أيضاً الأستاذ الدكتور خالد الحميزي مذكرة تفاهم مع شركة دلتا للمختبرات الطبية، حيث تهدف المذكرة إلى تقديم التدريب لطلاب كلية العلوم والتعاون في مجال البحث والتطوير واعتماد المختبرات وتقديم الخبرات والشراكات فيما بينهم. افتتح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد المي معرض منتمون، وهي مبادرة طلابية نفذها طلاب وطالبات جامعة الملك سعود المشاركون في برنامج سفراء الوسطية السادس الذي نظم مؤخراً في جامعة طيبة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته. حقق فريق من طلاب قسم الإدارة المالية بكلية إدارة الأعمال المركز الأول في مسابقة CFA Rackage Challenge، والتي تنظمها الجمعية السعودية للمحللين المعتمدين CFA بمشاركة عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعات السعودية. من جانبه هنأ الدكتور سلطان الشويعر رئيس قسم الإدارة المالية الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح. نظمت كلية الآداب اللقاء المفتوح لعميد الكلية الدكتور نايف آل سعود مع طلاب وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية، ويأتي هذا اللقاء الفصلي في إطار حرص الكلية على التواصل المستمر مع الطلاب والطالبات والإجابة عن ملاحظاتهم واستفساراتهم. وعلى هامش اللقاء نظمت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالكلية المعرض التعريفي بأنشطة ومرافق الكلية وأقسامها، شارك فيه عدد من وكالات الكلية ووحداتها وأقسامها وأنديتها الطلابية لتعريف طلاب الكلية بالمرافق والأنشطة اللاصفية التي تنظم من قبل الكلية والأقسام والأندية. أعلنت عمادة شؤون الطلاب عن تدشينها مسابقة الطالب المثالي، وتهدف الجائزة إلى بث روح المنافسة بين طلبة الجامعة وتشجيعهم في كافة المجالات. وأوضحت العمادة أن المسابقة متاحة لطلبة البكالوريوس ممن تجاوزت معدلاتهم 3.75 وإكمال 75% من الساعات الدراسية، وممن لم يصدر بحقهم قرار تأديبي من الجامعة. إلى هنا أعزائي وصلنا وإياكم إلى ختام هذا التقرير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.